بابا بابا شوفي دقوا لي من المشفى وقالوا لي لازم اجي ضروري اليوم. تذكرت التحاليل اللي عملتهم من كم يوم؟ قالوا لي طلع التحاليل ولازم اجي فورا فورا. يا اخ يلا تمام، شو بدك تساوي؟ وصلني معك. اي مدى لازم نروح هلا فورا؟ هلا فورا قالوا لي تعي. ايه عندي شغل، رح احطك عند بوقف في الباصات وانت كفي لحالك بالباص ماشي. شو عندك شغل؟ ودنيز وين بده يضل؟ دنيز شو مخليه لحاله؟ خذي معك، خذي معك على المشفى مالش حباب. شو اخذه على المشفى؟ ما بيخلوه يفوت. قولي معهم جرب. ما رح يخلوه، هديك مرة جربت قالوا لي ما بصير، خليه لبرا لحاله حرام. شو بدنا نسوي؟ بدنا نروح فيه؟ خذه انت معك. لا شو اخذه معي؟ عند الشغل ما خرج. يا عمري دنيز وين بدنا نتركه هيك لحاله؟ دنيز بتضل هون بالبيت لحالك؟ لا بضل لحالي، ده حتى ضل معي. لا والله ما بصير نتركه لحاله، كيف بدنا نروح هيك سوا؟ رفيقي بالعادي بجيب مربي لاولاده، هذيك المره قال لي انه جابها لعنده ضلت عنده ساعتين، نحكي معها نشوف اذا مش الحال. شوف اذا فاضيه بتجي هلا فورا، ما في مشكله دق لها. يلا رح نحن شغلتنا ساعتين ثلاثه بس. يلا رح تقول لها شوف شو بتخبرني. يلا اذا فيها تجي فورا هلا احسن. رح شوف دقيقه. الو مرحبا، انت ام تحسين؟ نعم تحسين. اهلا وسهلا وسهلا، خطر عمك ابو يوسف قال لي انك هذيك المرة ضليت عند اولاده. ايه مزبوط. ايه صحيح، انا رفيقه. هلا نحن طالعين بعد شي ربع ساعة نص ساعة، فاضية حضرتك تجي لعندنا؟ ايه فاضية فاضية. كم ولد عندكم؟ عندنا ولد واحد عمره 5 سنين اسمه دينيس. يلا ربع ساعة جاي. طيب يلا ماشي انا بانتظارك، ما تأخري. هلا رح ابعث لك موقع على الواتساب. ما بتأخر يلا. شو فاضية؟ ربع ساعة نص ساعة بتجي. منيح رح اجهز حالي لكن انا. يلا توكلي على الله. يلا بابا انا جاهزة، بس بدنا نستنى شوي لتوصل هاي المربية لحتى نطلع. طيب يلا ماشي نشوف. يلا ان شاء الله ما تطول. ان شاء الله يا رب. يلا هاي هي شكلها هي اللي جت. وصلت وصلت يلا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا، انت ام تحسين؟ اي انا ام تحسين. قولي بسم الله. لي شو ام تحسين هاي؟ ولي شو جايبنا انت؟ كيف بدك تطلع هي مع دنيز؟ شو هاي؟ ام سحرة؟ جوزك حكى معي مشان اني ضل ساعتين عندي منكم. ايه اهلا وسهلا، ايه عرفتك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ام تحسين. الله يوفقك يا ابو يوسف على الاستفادة. اكيد انت مربي ام تحسين ولا عارض ازياء انت؟ ليش حد؟ هل بدها تضل معي؟ ايه يا حبيبي هي ساعتين وبنرجع، ما تخاف، خليك قبضاي انت. تدير بالك على حالك وخليك قبضاي وما تعذبها للخالة. لا مو خالة ساحرة. عيب هلا بسمعك على الباب واقفة، يلا بدنا نخليها تفوت. تمام لا خليها تفوت امر الله. حباب حبيبي ما تعذبها ماشي. بابا حباب خليك حباب مع الخالي وما تعذبها. باي انت بشرانية، بدك تدير بالك. انا بضايا تخاف علي. بدك شي؟ باي 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 باي. تفضلي تفضلي تحسين تفضلي تفضلي. وين الولد؟ ايه وين الولد؟ اجوا اكيد. تفضلي تفضلي تفضلي. ها لك يا عم استناكي. مرحبا. يلا انت ما بدك تروحي؟ ايه ايه يلا رايحه. يلا يلا, يلا ديري بالك ها منيحه على دنيز. ماشي يلا الله معي. شو اسمك انت؟ انا لي اسم نفسيه كمان. شو اسمك؟ اسمي شم مقديم. ولك وكح كمان، يخرب بيتك من حالك. وتقول علي وكح وللماما. خوفتني أمانة. بدك تقول لأمك تخف الله. ولا آخر زمن يخرب بيتك من حالك. ولا ليش كتير كلامك بالأرض؟ قوم ضبن يلا. بدأت أغلب بعصية. ما في لعب عندي أنا، يلا قوم ضبن. أبدي. ولا شو عم بلعب معك أنا؟ يلا قوم شيلن. آه آخر بيتك. يا خرب بيتك من حالك. قوم لمن ولا انا بفرجيك. قولي خلص رح قوم لمن. اخ يا ظهري ما كان اشوف فيك. عشان تاكل بطاطا. شو عم تسوي ولا؟ مين سمح لك تاكل بطاطا؟ أنا سمحت لك. هديك الماما ولا؟ هو أنا؟ أنا ماني ماما؟ أنا ما سمحت لك، تاني مرة بتاخذ إذني، وما عندي أولاد بياكلوا أكلات مضرة. الماما أعطتني أنت مو دخلي. أنا ما دخلني ولا؟ أنا بشوفك، وأنا ربيك.
ولا بدي ربيك ولا تاني مرة بتاكل شي اللي تاخد إذني يخرب بيتك شقدك وخيح أفخ فالله عظيم شو هالولاد هدول ما بياكلوا الأكلات مضرة ايه عجبتني بطاطا خبيت الشلل شو عم تقولوا لا عم تحكي معي لا بحكي مع خيالي بالي ولا سعدان انا مصبح برات البيت تعبانه كثير بدك تتركني تسطح شوي ماشي اذا بسمع صوتك يا ويلك يا ويلك لا مدفسة شو قلتوا لا؟ شو قلت؟ الكتاب التاحي يا ويلك طالع صوت يا ويلك نوم بلا قومه إن شاء الله أنا أشوف فيك بابا جيب لي بالون يعني طق ولا لا أصوت ما تلكم تسمع صوتك يا ويلك ارجع اسمع صوتك أنا فرجيك ولا وين العصاية خرب بيتك أنا فرجيك وليه وينك ولا وينك ولا سعدان وينك أنا بشوف فيه فكر ماني مليتك يعني لقيتك يا سعدان تعال لنا وليه؟ قوم لهون تعالي خرب بيتك من حالك فرجتي نجوم الظهر يخرب بيتك من حالك شقدك رد شو لك مستحملينك مشي انت بلي شوف بلي شوف مشي اسمع ولا بتوقف هون على الحيط 10 دقايق وبترفع رجلك يا ويلك اسمع صوتك يا ويلك استحملت كتير انا ها روح لشوف دار مشك على الحيط فارش لك فا يا ويلك انت بتتحرك يا ويلك طيرت لي النوم الله ينزع مراك الله يعين اهلك عليك شلون متحملينك هاي شو فيك هي هاي ما بشع ليش هيك عاملي بحالي يخرب بيت او هات حاط لي صورته هو ومرته خرب بيتك على هاي الحرباية المتجوزة شو ها؟ ولاد شو زتيت علي يخرب بيتك شو ها؟ شو ها؟ شو ها تبلي حية؟ لك يخرب بيتك من حالك شو ها؟ خرب بيتك من حالك وصلت معك لهالدرجة لك يخرب بيتك من حالك أهلك كيف تحملي لك والله ما بعرف يخرب بيتك شو سعداء نشفت لي حالي يخرب بيتك من حالك قوم قوم جيب لي كاسة مي رح نشف ريح اوف اوه بدك انا اجيب لك كاسة ماي قوم جيب لي ولا حاجت عليه قوم تكرم عينك ما عادش احجب لك اطيب كاسة ماي اطلع هاي كاسة ماي هات لهون لشوف هالماي لك شو حاط لي فيها ولا؟ الله لا يوفقك شو هاد شو حاط لي فيها؟ لو حاط لي فيها سم ولا يخرب بيتك شو هاد شو حاطت جواتها؟ اخ يا بطني ولا بدك تسممني بتخرب بيتك شو عملت فيني؟ حطيت لك ملعقة مجنونة ليش عم تعمل هالعزة ولا؟ انا بشوف فيك انا بشوف فيك هلا فرجيك والله يساوي لك فلقة يا واطي ولا ولا ولا
جننتني. ولاي مجنونة. ما بدي اشوفك بس انسقلت. انا فرجيك وقعت بايدي. انا فرجيك. بات عيدة ولا؟ طابة. بات عيدة؟ أبا عيدة لا. صرت لي عمري. شو الولاد هذا؟ أول مرة بشوف هيك شيء. تقول شيطان؟ أبا عيدة هذا الشيطان. أنا رح شوفك. أنا فاتي على الحمام ولا؟ ما بدي أكل حالي بتعمل مشاكل. ماشي؟ روحي. شوفك رح انتقم منك. وينه وين راحت ارد؟ خرب بيته وينه؟ وين خرب بيتك ولادك؟ شو سويت؟ اولاد لك شو سويت؟ لك يخرب بيتك؟ لك شو سويت ولك؟ لك؟ لك شو عملت؟ لك ما بشوف التوبة؟ يخرب بيتك لك شو عملت؟ لك شو عملت فيني؟ ولك يخرب بيتك؟ أنا أجيب بيتزا. لك يخرب بيتك بدك تعمل لي أجيب بيتزا الله يوفقك يا أخي. أولي أولي تعال لهون. أولي يخرب بيتك شو عملت فيني؟ شو عم تساوي؟ عم تساوي لي بيدي؟ لك ليش ربط لي يدي ولك؟ لك ليش؟ كيفك يا حالك يا ربي يا شديدة؟ أنا شديدة أكثر منك. أولي أولي تعال لا 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 يخرب بيتك يخرب بيتك. خليني اشوفك مرة تانية بالحاره. خرب بيتك يخرب بيتك. شو هالعيني هاد؟ شو هالولد؟ اخيرا لا تشم قريب. تعاكل حلويات عالكافي. ان شاء الله ما نكون تاخرنا على دينيس. ان شاء الله تكون عجبته المربي يا رب. ان شاء الله ما يكون صار مشاكل بينه وبينها. ان شاء الله. بسم الله. والله في هدوء شكلهم تعودوا على بعض. هدوء ليش؟ يا ام تحسين. ام تحسين؟ دينيس وينه؟ بسم الله لا تكون خطفته للولد. بسم الله الرحمن الرحيم. وينه؟ ما بيني الا هو ولا هي. لك وين راحوا عندكم رايحين؟ دينيس يا ماما وين رحت؟ شو عم تسوي هون؟ انت هون ليش قاعد هون؟ شوفي يا ماما شوفي. انا كثير احسن منكم. ليش يا عمري؟ اكثر بي هاي. وينه وينه وين راحت؟ راحت القلعه. يي ليش انقلعت؟ تعا تحكي لنا شو صار. تعا بابا شو صاير؟ كيف انقلعت؟ ما قلت لك هيك لحالها؟ ايه انا قلعتها. ليش؟ صارت تظلمني قصب علي. على اساس في اكله صحك فيها. الله لا يوفقك يا ابو يوسف. يخرب بيتها. ابا جيب ربي انا ضل لحالي. يا عمري ما خفت لحالك؟ لا انا بطل اخاف. احكي لي شو صار بينك وبين ام تحسين؟ عملت فيها مقلب قلقتها. عملت فيها مقلب؟ مقلب شو بابا؟ والله شكلك ما مقصر فيها لام تحسين. الموجة بهالشديدة. احنا اسفين يا بابا حبيبي. يا عمري انت. وهيك بكون خلص الفيديو. انتو شو رأيكم؟ مين الشرير بالقصة؟ ام تحسين ولا دينيز؟ اكتبوا لنا بالتعليقات مين الشرير. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة. بحبكم كتير. باي باي. انتظرونا فيديوهات حلوة. شوفونا. باي باي. اليوتيوب رح يقلكم احلى فيديوهين بقناتنا مشان تشوفون تفرجوا عليهم. حطوا له لايكات، تكتبوا لنا تعليقات حلوة. لا تنسوا تشوفون. شوفون رح يعجبكم كتير.